الحمل والصيام. لو انتي حامل في رمضان ينفع تصومي ولا لا؟ ده بيعتمد على حالتك الصحية وعلى حالة الجنين الصحي. بنعرف ده ازاي؟ من زيارتك للدكتور. يبقى لازم تزوري الدكتور في اول اسبوع رمضان علشان يطمن على كل حاجة، ولازم تكوني على تواصل معاه. طبعا اول نصيحة هقولها لك لو انتي حامل في رمضان، لازم تكوني هادية جدا ورايقة جدا وايجابية جدا جدا. عارفة ان الصيام مش هيكون سهل، عارفة انك هتحسي بارهاق، هتحسي بصداع، طبعا على حسب الفترة اللي حاملك فيها. يعني اول 3 شهور من الحمل معروفين ان هم صعبين قوي، واخر 3 شهور معروفين ان هم صعبين قوي. الثلاثه اللي في النص دول فرصه لاي ست حامل ان هي تستمتع قوي بحملها، ان هم مبيبقاش فيهم تعب قوي قد اول 3 شهور واخر 3 شهور. على حسب طبعا انت في انهي فتره من حملك، وضعك، حجم الجنين، صحته عامله ازاي، كل الحاجات دي الدكتور بيقدر يحدد لك سواء هتقدري تصومي او لا. طيب خلاص انت يا ستي خلاص ان شاء الله هتصومي. اول حاجه بنصحك بيها انك زي ما قلنا تبقي هاديه وايجابيه، حابه الوضع اللي انت فيه. انا عارفه ان هو مش سهل، وعارفه ان ساعات بنبقى متوترين وحاسين انه ايه ده، هو انا جسمي هيفضل بقى كده ولا بعد الحمل ايه اللي هيحصل؟ ما تقلقيش، كل حاجه محلوله ان شاء الله. بعد الحمل هتقدري تظبطي جسمك للشكل اللي يخليكي مبسوطه. بمناسبه ان احنا جبنا سيره شكل الجسم، هل الجسم بيرجع 100% طبيعي؟ مش 100% قوي، بس حبي الوضع اللي هتوصلي له، لان الوضع ده خلاكي تجيبي الطفل ده. طيب هنيجي بقى على الصيام. اول حاجه مهمه جدا هتهتمي بالميه، الميه على راس قائمه المشروبات، والعصاير الطبيعيه. بس طبعا لو اكلتي فاكهه ده احسن بكتير، انت ساعتها هتاخدي الالياف والسكريات والفيتامينات والمعادن وكل حاجه موجوده في الفاكهه. نبعد تماما 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 عن المشروبات الغازيه، ومش بس الحوامل يا جماعه. انا بزعل قوي انه الناس بتهتم بالمشروبات الغازيه في رمضان، وانه الشركات دي بتهتم بالدعايه في رمضان، ودي اكتر حاجه ممكن تتعب الصايم. صداع وارهاق وطاقتك بتبقى واقعة جدا. طبعا المشروبات الغازية خطر عليكي وعلى البيبي كمان. طيب نيجي على الاكل. فرصة بقى، المكسرات موجودة كتير، الفواكه المجففة حلوة جدا 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 للحوامل. طبعا لو انتي حامل في اول 3 شهور كده كده بتبعدي عن اي حاجة اللي هي نص سوى او مثلا لحوم مصنعة والحاجات دي، مش حلوة خالص عموما للحمل، بس بنحذر منها جدا في اول 3 شهور. بعد كده بقى من الحاجات لازم تتجنبيها جدا، وعارفة ان الموضوع مش هيكون سهل، الحاجات المسكره. طيب اعمل ايه لو حسيت ان انا نفسي في حاجه مسكره قوي؟ اول حاجه التمر. التمر هيديكي الجرعه الحلوه من السكر. تقومي تاخدي شاور دافي، تشربي ميه. اعملي دايما حلويات لو انت بتحبي الحاجات المسكره قوي، اعملي دايما حلويات بعسل النحل وخليها موجوده، علشان لما يبقى نفسك في حاجه مسكره تاخدي حلويات صحيه. ابعدي عن اي حاجه فيها كافيين، حتى الشاي الاخضر فيه كافيين على فكره. الحوامل بالزيت في غير رمضان بنقول لهم ممكن تشربوا كوباية قهوة في اليوم، ممكن تشربوا كوباية شاي، ممكن تشربوا ماتشا، كوباية في اليوم مش مضرة. لكن في رمضان لا، لو انت حامل ما تشربيش اي حاجة من الحاجات دي تماما، لانها هتخليكي مصدعة. ودايما فكروا في حاجة وانتوا بتاكلوا في رمضان وفي غير رمضان، الحاجة اللي انت بتاكليها وانت حامل الطفل اللي في بطنك هيطلع بيحبها. عودي على السمك، عودي على الخضار، على الفاكهة، على الحاجات الصحية، وكل رمضان وانتوا طيبين.